الله الرحمن الرحيم. المختار الحاضر رئيس مجموعة التنمية الفلاح والصيد البحري بالعتيلات. ذادي بدا معناها نرحبوا بإذاعة واب زوم جمنة التعب اللي تعبوا معنا، ونشكرهم شباب الدر الصغار هذونا ورحبوا بهم. وتوا باش نحكي لكم على الواحة المنكوبة في ولاية قبلي، واحة الاعتيلات. واحة الاعتيلات هذه تمسح 224 هكتار، تعد 22000 دقلة نور. الانتاج نتاعها في كل عام تقريبا قرابة 3 مليارات الدخل السنوي نتاعها. تو الدخل نتاعنا صفر. علاش؟ أول نقطة هي إهمال الدولة للفلاح. عدم المبالاة. الفلاح يتخبط وحده في المشاق نتاعه وتعب ومش لاقي من اللي يهز معاه الحمل. أول حاجة هي العطش. العطش رأي العتيلات عندها تو 4 سنوات تعاني من العطش. قلة الماء. النقطة الثانية هي العنكبوت اللي ثلاث سنوات تو الصابة ما صوروا حتى مليم. والفلاح قاعد يدفع اشتراك السنة بتاعه، مرة يبيع عندهاش نعجة، مرة يبيع عندهاش علوش، مرة يسلف، وناس حتى عجزت على عجز السلف وعجزوا على باش يعيش أولادهم. ولادي راه ناس جاعد، راه ناس بتتسلف باش يخلص التيكت تاع الضوح، خلاص باش يخلص المين تاع اللي يشرب فيه حتى كان جيمي. راه الهكتار فيه 75 نخله، راه نهار اللي يجيه الدور المي راه يسقي في 18 نخله 15 نخله، اللي هو خلص في العام 800 دينار. على رجاء ان عمي الجاي نقولوا احنا يصور لك تاره ويرجع حاله، هذه 800 تسلفها السنين، يجي عمي العام اللي بعده يعاود يتسلف 800 اخرى، والعام اللي بعده زاد هكاك تو 4 سنين نفس الموارة. احنا تو نطلب منكم اول حاجة حل وقت يا ضي، يكملوا رجلونا العيون هذه اللي تراجلوا فيها تواك العيون البرد. اما الحل الجذري اللي ندوروا فيه من السلطات المعنية اللي راه عين سخون، خاطر الهنشير كبير وما تنجح كارب عين سخون، راه ما فيه حتى حل اخر. نحكوا على حكاية العتل هذه، على حكاية العطش وحكاية الهنشير، كل مشي على روحه، ما عاد في حد شيء. هنشير منكوب سمته، هنشير منكوب، والجماعة السلطة الكل فوق علمها، ما كاين النواب كاين السلطة المحلية والكل ما كل علمهم. أنا شخصيا فلاح حبست على كل شيء، ما عادش عندي مقدرة باش إنسان يقاوم، عندي شكون يقرا، عندي أنا مصاريف دار ومصاريف كذا، أنا حبست الواحد. حكيت لنا بالنسبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، قعدنا حبسنا كل ما لما فما سواء بداه مني ني ولا أي فلاح في الشير حبس، ما عادش لاقي ما الشير مشان روحه، وتعبنا تعب اللي هي نطلب من السلطات المحلية والكل من فوق ولصة، يعني أن يعجلونا بالآبار هذه اللي تحفرت يخدموها لنا، وطالبين منهم عين سخونة هو اللي باش يحيي الهنشير، وراه الناس كلها حبست وتعبت، ما عاد عندنا حتى شيء باش نقاومه. الانسان اللي كان يصور في خير ربي قدام تو ما عادش، تو يصور في 150 المليح، المليح اللي سوق 500000 كان باباه بي، ظل فرحان صور. الباعة راهي ماشية التالي، وكل عام التالي، كل عام التالي، ولهذا انتظروا من الفلاحة راهي باش تغضب وغضبت، وحنا قاعدين نهدوا في رواحنا بالشيء هذايا. انت تخلص عليه هذا قطار تواك، احنا نخلص عليه 800000 سنتيك و500000 ذكار و500000 غلاف و200 دينار و250 دينار بتاع تهبيط، هذول انت تلقاهم حدا زوج ملايين تواك ولا اكثر من زوج ملايين، ومن بعد التالي يجي يصور له 200 دينار القطار ولا 300000، معناه كل عام يعقب التالي دين عنده في 1700 و1800 الشخص، ويمشي للسلطات المعنيه ويكلمهم كلهم عندهم وعود، كلها وعود زايفه، باهي هات وندروك، هيا اصبر علينا شوي، هيا ديروا كذا، وما فهم شيء، ما شفنا شيء. يا اولادي كان هداكم ربي، الله يرحم والديكم، تعالوا عملوا لنا حل،
والحل قلنا كما قلنا لكم راهو حل وقتي، العيون البارده هذه تعالوا عملوها لنا الديبانين على العام ولا الزوز اظن خلت تخلص حتى الدين نتاعها العباد، ومن بعد تالي راه الحل الجذري راه كان بعين سخون. تو مشكلتنا احنا تو الفترة الأخيرة خاصة هذه العين محفورة عندها شهرين، البير عندها شهرين تو ما تجهزش تو. علاش ما تجهزش؟ لأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز عندها ضراب المهندسين بتاعها عطلونا العمل الكل، قعدنا تو شهرين البير محفورة وحنا عطاشة والموسم الثاني هذا قريب دخلت تو سي مرحلة خطيرة دخلناه، إلا الواحد ما فيهاش المي إلا الإصابة هذه باش نخرج بصفر كالعادة، والناس باش تمشي تسلف وتمشي تطلب وتمشي تساسي تو معاش في مديدة في الشارع باش وكل در. نطلب من السلطة تدخل، يا سيد وزير أول، يا سيد الجمهورية، يا سيد الوالي قبلي، خاصة الوالي قبلي، نطلب منك تدخل سريع لإنقاذ واحد الاعتلات، رانا مع الصابرين، رانا باش تلقى حاجات ننمو علينا الكل، رانا شادين الفلاحة بالسيف، رانا الفلاحة ملوا، صبروا صبروا ملوا ما عادش، تو احنا في جوان، يخرج جوان تدخل جويلية. سينتهى الامر ما عادش جيبونا المي ولا بجوج كيف كيف. ماذا بينا الفتره الوجيزه هذه ما 25 هذونا البير تحضر وتحفرون البير ثاني. وللاسف لل